اهلا ومرحبا بيكم، معاكم مهندس علي ناصر. في الفيديو ده هنستكمل انواع استنباط الصاج. النوع اللي معانا النهارده هو البروجريسيف داي. خلينا نشوف شكل القالب بيكون عامل ازاي. الاول حاجه، القالب ده بيبقى محتاج ان انت يكون عندك فيدر زي كده. دي مكنه فيدر تغذيه اوتوماتيك بيبقى عليها لوح الصاج داخل كملف او محطوط موضوع كملف وبيخش داخل الفيدر. دي كده مكنه الفيدر اللي هتبدا تغذي الاسطمبه الموجوده على القالب. ده الميكانيزم بتاع الفيدر. هنبدا نتحرك دلوقتي ونشوف القالب، المنظر العام للفيدر اهو. بعد كده يبدا يخش الشيت على المكبس. ده كده النهايه بتاعت الفيدر على بدايه التشكيل. دي استامبه البروجريسيف داي اللي بتقوم باكتر من عمليه، والاستامبه دي بيكون فيها اكتر من ستيشن، او يعني لازم يكون فيها اكتر من عمليه واحده. يعني في كل ضربه بيحصل عمليتين او اكتر كعمليات تشغيل. هنتكلم اكتر بالتفاصيل، بس احنا كده شفنا الشكل العام للاسطمبه دي بتشتغل ازاي. ممكن يعني في بعض المصانع البسيطه او الورش ما يبقاش فيه فيدر ويبقى فيه عامل بيزق الشيت ده، بس يعني مش هيبقى فيه انتاجيه عاليه، يعني كده هتفقد قيمه البروجريسيف اللي هو يعني تشكيل مستمر بيديك ماس برودكشن عالي. خلينا نشوف بقى ايه مميزات القالب دوت، او بيتكون من ايه الاول. القالب ده زي اي قالب عادي، يعني المكونات الرئيسيه بتاعته البانش هولدر، وبعد كده السنابك بتبقى متركبه على البانش هولدر، والستريبر بلاطه التدليل، والداي بلوك، والداي شو. دي كده مكونات اي اسطمبه. بيبقى الملاحظه هنا ان انت لازم يكون عندك اكتر من عمليه. يعني في اول عمليه هنا بتعمل عمليه تخريم، عمل الثقب ده، بعد كده العمليه الثانيه بيعمل قطع فطلع المنتج اللي انت شايفه بالمنظر ده. هو نفس اللي في الانيميشن اللي هنا دي، بيعمل بيرسنج وبعد كده بيعمل تقطيع. الجزء اللي جوه يعني شايف الحته الزياده دي كده، ده بايلوت دليل عشان تظبط الالاينمنت او تظبط اللوكيشن بتاع القطع عشان تضمن ان القطع يجي في الوضع بتاعه المظبوط. فكل ضربه بتنزل من القالب ده تعمل تطلع منتج بالمنظر ده. يعني هو طبعا في ضربتين، ضربه دي هتعمل بيرسنج وبعد كده الضربه الثانيه هتعمل تقطيع، بس احنا هنفوت اول ضربه وبعد كده هتلاقي كل ضربه بتطلع بايه، بتطلع منتج. مميزات القالب دوت ان انت بتبقى يعني بيديك انتاجيه عاليه ماس برودكشن. بتقدر يعني تعمل ميل للصنبك. صنبك التشكيل ده ممكن تميله، عشان هتلاقي ده بانش او صنبك عادي. لو انا عير انجل بالمنظر ده بقوه القطع لما تميل البانش بالشكل ده. فالقالب ده من ميزاته ان انت ممكن تعمل ميل للبانش. طيب ايه عيوب القالب ده؟ عيوب القالب ده ان التصنيع بتاعه بيبقى غالي، يعني مكلف، والقوه بتاعه البانش مش من السهل ان انت تعمل لها اتزان. هي ممكن بتتعمل لها عادي مفيش مشاكل، بس مش بشكل بسيط زي القوالب، القالب السيمبل او الكومباوند بيبقى اسهل شويه. فدي كده كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن البروجريسيف داي. اتمنى يكون الفيديو مفيد، وباذن الله